شديد اخوي فهد يعاني حاله نفسيه من فتره طويله ممكن من عشر سنوات وكان عند اخذ له اجازه من عمله وتوجه للمغرب اجازه رسميه سي... ايوه اجازه رسميه وراح سياحه وبوصول هناك انتهت الاجازه بعد الاجازه باسبوع تواصل معنا ليش ما ترجع يا فهد؟ قال مقفلين الحجر طبعا هو عنده علاج هو يستخدم علاج شبه يومي ولا هي علاج ولا نفسي علاج نفسي نعم ولا هي اول رحله له قد راح قد راح, راح قبل كذا ممكن اكثر من اربع مرات وطبيعي الوضع طبيعي جدا وهو زيه زيي زيك زي مم. اي واحد مريض نفسي نعم يعني يستخدم علاجه وعايش مم. حياته مم. طبيعي طبيعي و... متزوج لا ما هو متزوج مم. نعم طبيعي وعايش حياته طبيعيه مع اهله في عمله وموظف حكومي ووضعه تمام يوم وصل المغرب وانتهت الإجازة ويعني توجه أنه بيرجع لأرض الوطن ما تمكن من الدخول بسبب يعني قفل الرحلات كورونا وكذا فتواصلنا معه وكلمناه وقال بتوجه للسفاره قلنا خلاص امورك تمام هو يتواصل معنا في الشهر يعني مكالمتين مكالمه واحده يطمنا عن صحته كيف اموركم كيف احوالكم اخباركم يعني من ذا القبيل فهم علاجه عنده فيعني انتهى العلاج فزادت حالته سوء ايوة انتهى العلاج فبسبب انتهاء العلاج وممكن ما ما حصل العلاج هناك يتناسب مع حالته الصحية استادت حالته زي ما تفضلت اه احنا متفاجئين والله متفاجئين متفاجئين بمقطع الفيديو اخر مكالمة له كانت قبل رمضان ايوة بعد ما كده. نعم اخر مكالمة هو بالعادة يعني احنا متعودين يعني انا ما يعني ولا عندي واحد في المية والله واحد في المية ما عندي انه بيوصل للحال هذا لانك تسافر اكثر من كذا يا اخي عبد طيب الله يعني اللي قاعدين يتكلمون على آآ آآ عن اخوك في مواقع التواصل الاجتماعي في يعني في تويتر ولا في السناب شات ولا ويسيئون له ويقولون هذا مسحور وهذا ممكن يكون مدمن هل انتم بترفعون عليهم قضايا بحيث توقفون من حدهم؟ نعم نعم وانا اوجه لهم من